تشهد مستشفى تريم العام أعمال صيانة وترميم لأجسامها من خلال تغيير سيراميك الأرضيات وطلاء الجدران الداخلية، وكذلك تغيير الشبابيك واستحداث أجسام جديدة، وإنشاء غرفتي عناية بدعم شخصي من قبل أحد أبناء المدينة. مستشفى تريم هو المشفى الوحيد بالمنطقة، حيث يقدم خدمات كبيرة للمواطنين وبإمكانيات ضئيلة ومحدودة. وتواجه القائمين على المستشفى العديد من التحديات والصعوبات، تتمحور في قلة الاعتمادات المالية السنوية، مما أدى إلى تراكم مديونية المستشفى. نواجه عدة صعوبات، وخاصة في هذه الوقت لما تمر به البلاد من مشاكل، ولكن طبعا نحن نشتغل بالموجود، بالموجود نشتغل، والجماعة طبعا في إدارة المستشفى والعاملين الصحيين، وأيضا بالتعاون مع السلطات المحلية بالمديرية ومكتب الصحة بالوادي والصحراء، يعني بذلوا جهد كبير جدا في التغلب على هذه الصعوبات وعلى النقص والشح طبعا في الكادر. وبالرغم من قلة الإمكانيات، إلا أن إدارة المستشفى تحرص على تقديم أفضل الخدمات للمواطنين بالمدينة الذين يبلغ عددهم أكثر من 150 ألف نسمة. ولعل الأحداث التي تشهدها البلاد قد تسببت بتردي الخدمات التي تقدمها المستشفى من خلال مغادرة البعثات الأجنبية ورفضها البقاء في ظل الانفلات الأمني وتردي الخدمات بالبلاد. أهم الصعوبات وهي المديونية الكبيرة بسبب الاعتماد القديم لا يفي بصرفيات هذه المستشفى، كذلك الكادر الطبي الموجود. نحن نسعى إلى تأهيل التنمية البشرية، فنحن نتمنى إن شاء الله بعد فترة طويلة أن يكون الكوادر كلهم محليين واختصاصيين من أبناء هذه المنطقة ومن حضرموت. ويظل هذا المبنى المتهالك الذي بني من مادة الطين في عام 1977 أحد أكبر العوائق التي تواجه إدارة المستشفى بتقديم أفضل الخدمات في ظل النمو السكاني المتزايد، مما أدى إلى عدم استيعاب كافة الأجسام تحت سقف واحد. في ظل الإمكانيات البسيطة والضئيلة، يسعى القائمون على مستشفى تريم العام لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين. حداد مساعد، قناة بلقيس، تريم، حضرموت.